اوكي بس بدي اورجيكم المنظر يلي قدامي. 3 2 1 لا ما انتو حبيبي ليك. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. اوكي شو هي قصة هالاغراض اللي شفتوها؟ تمام رح بلش لكم من لما شلت العفش، المصيبة اللي ارتكبتها من فترة اذا بتتذكروا، شلت العفش وفضيت غرفة القعدة وما بقى عنا لا غرفة قعدة لا سفرة لا تي في ولا شيء، بعدين عملنا خمس خيام وعملنا موفي نايت وهيك، بعدين فاجئناهم للعيلة ب 10,000 طابة ببيتنا، متخيلين؟ اجى دورنا نحكي لنا كلمتين. احكي حبيبي احكي. يعني ما بقى ما تركتي حل شو؟ ما تركتي دور لحالك. اوكي شو بدي اقول لكم انه يعني يعني بعد بابا كربخال كربخال خطيره دول رح طلعوا لبرا تمام وشو بصير عليهم برا ما مسؤوليتك مسؤوليتك اوكي بس شو بدنا نعمل اليوم بدي احكي لهم اوكي اليوم واخيرا قررنا انه نحن نركب عفش بيتنا واخيرا يعني بعد ما قلنا شهر تقريبا مشان شاطين ناطرين انه العفش يوصل كرتونه من هون وغراض من هون والله لو علي الموضوع كان من اول يوم كل شيء بيوصل وكل شيء بيركب بس سالين بدها تنقي الشيء اللي يا لطيف كل العفش يا جماعه من UK جاي اذا بتريدوا لهيك تاخر بالوصول هلا اليوم بتحكموا بتشوفوا كل شيء فجاهزين جبنا هون شغيل نمبر 1 بالضبط يعني بدنا نركب ولا انا وبابا رح نركب لا ماما مش رح نركب اي بالضبط تماما اوكي اول شغله حنعملها شايفين هون نجيب كل الكراتين يلي عنا نصفها هون طبعا فرجيكم برا ليكوا هي القصه كلها صارت من العاصفه طبعا بالنسبه لهدول الاكياس كيف نضبه بتشوفوا هالشي على قناة جورجيو تمام لأنه حرام نحن بلينا بتعرفش يعني بلينا بطريقة غير مباشرة بأنه هو يساعدنا A to Z بضب الطابات طبعا ليكم من العصر شو صاير بالكراتين ليكو الله يا معلم تكليفهم رائع والله معلمين والله ليكو كيف مغلفين طبعا الحلو بالموضوع انه ولا وحدة من برا الكرتونة مبينة شو هي يعني كرتونة هيك الله يسامحك هي مبينة هي احلى شيء ايه والله وهي احلى شيء وهي كثير بحبها كثير متحمسة والله يعني صراحة لؤي وجوج ما يعملوا شيء ليكو شو صار بالبيت بس تفرجوا شو كل شيء من برا من هون اجى لجوا هون شوف بس فرجيهم هيدي بس هيدي لا مو هلا بس هيدي بس هيدي انا والله هي من الشغلات اللي كثير رح اقول لك ليه لانه بيعز بعدين بس يشوفوا كل شيء مع بعض حيضيع رامبو 3 2 1 ليكو الاغراض وين محطوطين هون كله هدول صناديق وينكم؟ وين؟ صافي لماما الله. المشهد العام ما فيني اخبركم دقيقة اطلع لهون انا طالع غرفتي انت تعال هون تعال هلا انتوا بتبلشوا بهي صح؟ اوكي انا في شغلة انا حركبها شو هي؟ ايوه عرفتها هي انا وانتم مركبة لانه خفيفة نظيفة سهلة وجميلة اساس يبلشوا بهذي اعملوا اي فتح حي هي تبع لهدول شو مشان؟ أنا متحمسة أشوف هيدي على فكرة. واو كثير حبيت والله تالين شكلها لما بتجيب شغلات جديدة مثل الولد الصغير لما بيجيبوا له هدايا هيك بس بدي أقول لكم شغلة عني بأول مرة عملنا العفش وهيك شفتوني كثير مبسوطة وكثير متحمسة وهيك حتى في ناس كتبت لي إنه شو أول مرة بتشوفي عفش؟ لا حبيباتي ما أول مرة بشوف عفش بس في شغلة فيي أنا إنه أنا بحب عفش البيت وتفاصيل البيت أكثر ما بحب لبس يعني انا بنبسط وقت بشتري اغراض لبيتي اكثر ما بنبسط لما بشتري ثياب او كعب او ميك اب الله لو انت بتأحوط شيء مبين في شيء حلو يا توتي اذا بتأحوط شيء لا ما بتأحوط لك شرف التجربة الأولى يلا شو؟ جيب لي فنجان اعملي حرقة يا عين كيف؟ هلا صار وقت هي اول شغلة بدي تحذروا شو هي قبل ما افتحها اكتبوا لي بالكومنت ريش وحركات وبركات خربة ما تغشوا اكتبوا انا وعم بفتح شو هي ليكو مثلا غرض من اغراضها هو خ...
خلص عرفته شو لونا هيدي مش ال تبعت ال لو أنت بدي أضربك بال ال 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 أنا فكرت تركيبة سهل بس I think إنه منه سهل. ليكو شو طلع فيها أصلاً سمعت شو هيدون 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 كلهم الله يستر شكلي ما هخلص منها طلعت كثير صعبة. يقولي شو هاد كثير صعبة شو حزرتوا شو هيدي من هون لازم تحزروا صح. هلا بدي فرجيكم جورج شو عم يعمل. خليك بالمطبخ حبيبي ما تجي خليك جاي لعندك جاي لعندك انا كل يوم من المساء لؤي بيقول لي شو لونا اليوم عملتي لنا قطايف انا شو جاوبك؟ لا عملت لك مشبك برا عملت لي كنافه بالشوكولا بالاحلام طب. على فكره بس الاوقات اللي انا بسهر فيها بعمل لكم اكلات يعني لما انا عندي عطله بتاكلوا هيك اكلات طيبه المسويه الله. مره مارشميلو مع شوكولا مره كيك اي والله مره عملنا اكله مارشميلو مع شوكولا اوه يعني صراحه الحياه مع جورجيو بتسمن ستيب قبل ما قبل الاخير رح انقذك ما تنقذني حبيبي انها تخرب الدنيا هون الشغل الصح تفرجوا شو عم يعمل تفرجوا الله بعملكم اطيب جيلو والله انت كفو والله تارام ليكو هي زبطت تمام وهلا صار وقت هيدول ما بعرف الله يستر ما اخربهم كمان انتبه هدول اذا انكسروا عن جد ما عندي طريقه اجيب منهم لو لا 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 ما تحط ما تحط ما تحط لو شكون لا هيك المجنون قول مين المجنون أنا. ولد ايوه روح من هون اعطيني وحده طيبه بس هي ما بتدخل ما عم تدخل ما انا خايفه اخربها لها انا خلي بابا هو ما خربت خلص ما خربت هون لازم احط بس لازم عصا يعني ايه ما تخرب ايه يعني بتنزل هي بالفتحه ايوه يا عيني يا عيني انت مين يلا تو حطي انتبهي بس ها كهرباء قويه لو ما تخوف الله يا برافو ليكو النتيجة اللي وصلت لها الله قولوا ما شاء الله ما شاء الله خربت الدنيا كان شو؟ أوكي. بلشنا بالكرتونة الجديدة تمام المفروض يفتحوا هي ويفتحوا هيدي وين الهيت هاي طاولة السفرة هاي طاولة السفرة ماما ليكا هيك فيها هدول الإجرين وهي الطاولة هيك بنقعد عليها تقعد هيك كل واحد بحد حد ما هنا سطل لمين طالع ليكي غيري تحت بالهيدا المربع ايوه شعله شايفه؟ لكن لهنين لا يا جماعه عم بيصير حكي ورا الكواليس لازم تسمعوا حكي حقيقي كله كانه جوج عم بيعاتبنا تفضل شوف انا كون مثلا هلا بعد نص ساعه وقت نومي ما بلاقي غير ماما بتوجع غرفتي بتقول لي ليش تختك ما انه مرتب رتب تختك يعني الساعه مثلا 9 ونص 10 بدي رتب تختي بكره عندي مدرسه بقول المره الثالثه يعني اه مثلا انا بكون فوق متشطح عم قاعد على الموبايل شو ما كان ايه بعدين ماما بتكون تحت بتطلع لفوق بتنسى غرض تحت بتقلي جوجي نزول جيب لي اياه يوم تنسى موبايلي بتقلي جوجي نزول جيب لي موبايلي بعدين بطلع من غرفتي بتقلي ايه كنت بغرفتك فكرتك تحت اوكي هلا هيدا شو بيقولوا ستاند الطاوله وهلا هي الطاوله هي الطاوله من فوق يا حبيبي لؤي برا اه هاي سكر عليك بس المشكله من نوع انه مرخصه واو عملت يا لون كانك مختاره طاوله صغيره شوي لا هي بتتكبر وتتصغر اه طيب شيء اوكي هلا ليكو هلا الوضع شايفينه كثير بقستي بعرف بس اكيد انتم واثقين بذوقي يعني هلا يعني محضره كل شغله وين محلها هلا هي احلى صندوقة 2 1 شو اسمه هيدا تشيلو؟ هلا تالين تالين حبة قال تتعلم على آلة موسيقية فاشترينا لها تشيلو كذاب والله مثل هذا هو يا جماعة كذاب والله ليه؟ والله كذاب بحياة الله هيدا مو تشيلو؟ ايه بس مو تالين حبة تتعلم على آلة موسيقية لكن مين جوجي؟ جوجي حابب يتعلم كمان كذاب زانة بس هيك شكلها يعني جد هيك موديلها
فشغله كبيره كثير كثير يعني. طب فرجوني. يلا 3 2 1 0 ناقص 1 ناقص 2 3 2 1 طبعاً شو أكثر شيء بضحك إنه 3 و 2 و 1 وآخر شيء ما شفتوا شيء حسيت أوكي هلا حفرجيكم إياه ببي شو عم بيصير معك في شيء؟ تقيل كثير في شيء؟ ما بعرف أنا قلت لك ما تجيبه أنت مصر أنت جايبه بقلبه غراض شيء؟ واو هون شو بتحطوا عندكم بلوى لا 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 هون بتعصبوا من لؤي بتحطوا بتصحى شو؟ لؤي شو؟ ما في عم تمزحي لا لفوق مستحيل لا لونا طالين مو انت اشتريتي مو مفروض ايسك لسه في الستاند ولسه ستاند ما عم تصدق جبنا نسي اطول من البيت بحب خبركم على ايدين قلبها اذا الله راد رح تكسر الكاسات كلها رح تمسك الكاسات رح تنصدول اتركها هون ليكو بنفتح هيك حينحطوا بتتذكروا هيك بالزمانات مثلا عند اهلي بيكون في هيك كاسات ممنوع حدا يقرب منهم كان اسمهم طقم روميو وجولييت اي يعني كل حدا عنده شيء هون بدنا نحط الاشياء اللي لا انا ما عندي شيء بس انه يعني ممنوع حدا يقرب شغلات مميزه يعني ايه هدول للضيوف اللي ما بيجوا لعنا يعني ايوه يلا ركبنا هاي ركبنا هدول باقي هدول وكمان باقي شغله هون اوكي بس اللي حيصير هلا تمام انه فعليا حنريح لانه كان يوم كتير متعب على فكره صار ليل بدي افرجيكم برا الوضع يا حطينا كل هالدنيا بلشت مطره لؤي جوز انا لؤي فاليوم حنوقف شغل إناف بس يلي حابة لكم يا إنه هلأ حعمل هيك أعمل هيك بيكون مفروض خلص البيت تعرفوا إنه أنا ساحرة بكل الفيديوهات ترام أوكي مو 2 hours later لا 2 weeks later عرفتوا أيام وليالي أيام وسهر وليالي 15 يوم قلنا هلأ تعب الله. تعب يعني أوكي جاهزين تشوفوا جاهزين 3 2 1 If you keep this up then I'll let you in cause you have a way with me like no one else yeah you almost make me fall in love yeah you got me hypnotized under your spell I know I'll go home with you tonight oh when I get you closer to my body wanna feel your hands all over me اطلب منكم طلب بعد هلا اذا بقلكم رح غير شيء بالبيت بتقولوا لي اوه انت قلتي يعني انت انه انا بحياتي ما بغير شيء هي اخر مره قد ما تعبنا اوكي تعالوا نعمل لهم جوله سريعه هون بتشوفوا حالكم ليك تعالوا نعمل لهم تشيز هون بتقعدوا بتلبسوا الاحذيه هون نقعد هيك لؤي هيك انتبهتي انه صار في كراسي ومقاعد كثير بالبيت ايه يعني اهلا وسهلا فيكم انتم ما بتحبوا هون مثلا لؤي بيقعد بيقول لي اثنين قهوه وانا بقول له عفوا قوم انت اعمل انا هي اكثر شيء حبيتها مشان بالفعل واحد يعني ما في داعي يروح لهنيك لحط الاكل وياكل او لهون يقعد هون لسه ما ظهرت بعد 15 يوم انت ما انا بس بدي اقول شغله واكيد هن حسوا فيها انه العمق الفني عندي خلانا نجيب هيدا مشان نحن نضل على تواصل مع الفن والموسيقى فعلا هيدا اكثر شيء واو كيف شكل دقيقة شوي خلينا نطفي الضوء واو شايفين ما احلى يا عين هيدا حبيب قلبي اذا بتريد فينا نخبره عن شغله على ليكو في صحي ليكو فوق طلعوا هيك ليكو لؤي جو شو عم بيعملوا مثلا بيطلعوا على الدرج تمام بيقعدوا هيك شوي بيقولوا اه تعبنا تعبنا بس لنستريح برجعوا بيقوموا يعني اوكي بعد كل شيء شفتوه في شغله وحده ناقصه بالبيت انتوا رح تعرفوا بدنا نجيب شيء لا في شيء ناقص منه معروض ايوه ايه ايه تذكرت رح اقول لهم وين كان هذا الشيء لا شو استفدنا يعني هو كان وراي يعني بمكان ما وراي وراي يعني هيك يعني هون هي هون كان في شيء محطوط هلا منه محطوط انتم المفروض تحذروا عرفتوا في له مشروع يعني هذا الشيء ثاني اوكي وهلا بدي منكم عن جد تكتبوا لنا شو شو رايكم اول شيء بالبيت كيف صار يعني انتبهوا على شغله كمان احنا لابسين ابيض مثل الوان البيت يعني احنا كله مع بعضه بيجي
اقتلف مين؟ اقتلف من اين؟ اوكي يا جماعة هلا حنقلكم انه فيديو اليوم خلص شو لكم عجبكم وي لاف يو كثير طبعا جورجو كثير 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 عاجبه البيت وكثير ما احلى ما يعجبه البيت ما احلى ما يعجبه يعني. اوكي انطروا فيديوهات كثير حلوه هون وي لاف يو كثير تابعونا على حساباتنا على انستغرام كمان على سناب شات باي باي باي